اكتب العبارات التاليه بدون اقواس. اكتب هذه العبارات دي نكتبها بدون اقواس، بعد ذلك ثم بصف حتى سهل وسهل. تماما، اول شيء نبدا نكتب العباره باش نخدم عليها. 2 اكس ناقص 5 ناقص 3 زائد 4 اكس، نكتبها كما راه. هنا هذه العباره امام العباره شو علاقه بماذا؟ كما يكون هذه الاشاره معناتها عندنا هذه العباره عندها موجبه. نبدا دي تساوي نقرا الاقواس هنايا، هنايا مسبوقه بزائد معناتها نخليها كما راه، نكتبها كما راه، نوقفها كما راه، نزيد فيها مول قبل القوس هذا شنو كاين؟ ناقص مسبوقه بناقص، نكتب الناقص كما راه ونغير ما داخل الاقواس، نغير الاشاره، اشاره ما داخل الاقواس نغيرها. هنا عندي ثلاثة، خليها ثلاثة، هنا كانت زائد تدولي؟ ناقص أربعة، إكس يعطيك الصحة، من بعدها دي تساوي، نحسب عادي، عندي مجاذيل وعندي معالي، عندي إشارات زائدة وعندي ناقصة، هنا اثنان إكس، عندي زوج تاع الإكس، هذا إكس لا لا، وعندي أربعة إكس، عندي زوج تاع الإكس وناقص منها أربعة إكس، شحال تبقى لي؟ زوج ناقص، بالناقص، ناقص زوج. لجمع عددين مختلفين في الإشارة نحتفظ بالإشارة الأكبر، إشارة أكبر شحال؟ إشارة أكبر ناقص ناقص، وندير طرح ما بين العددين أربعة وناقص اثنين اثنين إكس، شوف عندي ناقص عندي اثنين إكس ونقص منها أربعة إكس شحال تبقى لي؟ بالناقص اثنين إكس، من بعدها شوف عندي ناقص خمسة ونقص منها ثلاثة ناقص، ما تنساش الإشارة هي الصح كاع، هذه قاعدة راس الإشارة هي الصح كاع، قرايت من هذيك الإشارة، صح، أما حساب ثلاثة وأربعة وخمسة اللي ساهل، معناتها ناقص خمسة إكس ونزيد نقص منها ثلاثة، معناتها بجمع عددين لهما نفس الإشارة، نحتفظ بالإشارة، نحتفظ بالإشارة اللي غالبة، الإشارة اللي غالبة هي شيء، ناقص، ونجمع العددين خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هذه، إذا، درتها صح يعني، شحال صوتها؟ ناقص زوج جيد 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 يعطيك الصحة نروحو دروك ثانية عندنا هذه ما تخليهاش طويلة ما فيها والو نمحو صافي وصلنا هذاك نمحو هذه باش نخدمو عليها ديريكت شوف عادي ما تخليهاش هي طويلة صافي سهلة تبع معايا مثلها كيما هنايا ثلاثة ها ناقص القوس سبق بناقص، إذا سبق القوس بناقص ندير نغير الإشارة باش نغير القوس، نكتب الأعداد كيما راهو، هنا كانت ناقص شحال تمني؟ جيد، ناقص اثنان، زائد، القوس مسبوق بزائد، معناتها علاش ندير؟ خليها يعطيك صح، إكس زائد اثنان سبق بناقص، معناتها علاش ندير؟ جيد هذاك مثلا جا حاجة صعبة، كل السهل، دروك شادين، عندي بعض الأعداد اللي بين لك حاجة كبيرة، شادين؟ عندي العدد فيهم مجاهيل واللي هو الاكس، نحسب الاكس وحده ونحسب العدد اللي راه نورمال وحده، شنو ندير؟ نحاول نوصل قدر المستطاع، عندي ناقص 2 اكس، هاي ناقص 2 اكس، نزيد نحوس ونحوس ونحوس، صوت زائد 5 اكس، وصوت ناقص اكس، شوف ناقص 2 اكس ونزيد لها 5 اكس 3 يعني صح 3 اكس ونقص منها اكس اثنان اكس عندي ثلاثة لو مغاير ثلاثة ونزيد لها ثلاثة ونقص منها زوج ونزيد لها زوج ونزيد لها ثلاثة شوف غير في راه ثلاثة ونزيد لها ثلاثة ستة ونقص منها زوج خمسة ستة ونقص منها زوج أربعة أربعة جيد ونزيد لها زوج ستة بس كيما ستة ونزيد لها ثلاثة تسعة معناتها قلت لي زيد ثلاثة معناتها زيد تسعة ثلاثة وثلاثة ستة نقص منها زوج أربعة ونزيد لها زوج ستة ونزيد لها ثلاثة سبعة ثمانية تسعة جيد خلاص